في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. حقيقة دايما بتقابلنا تحديات وصعوبات في حياتنا الروحية وحياتنا العملية، لكن إذا كنا واثقين أن المنقذ الوحيد لنا هو الله، بالتأكيد ربنا مش ممكن أبدا هيخذلنا. عن صلاة يهوشافاط الملك وعن الضيقة اللي مر بيها وإزاي ربنا أنقذه منها هيكون حوارنا وتأملنا معاكم النهاردة. برحب بيكم في بداية حلقتنا، وبرحب بضيفتي اللي بتشرفني الأستاذة دعاء سمير الخادمة بكنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بالمنوفية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذة دعاء اسمحي لي أطلع مع حضرتك ومع مشاهدينا، هنسمع الآيات اللي هنتأمل فيها النهاردة جزء من صلاة يهوشافاط الملك، ونرجع لكم تاني بعد الفاصل. يا إلهنا، أما تقضي عليهم لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا. وكان كل يهودا واقفين أمام الرب مع أطفالهم ونسائهم وبنيهم. برحب بحضراتكم مرة تانية، وبرحب أستاذة دعاء. أستاذة دعاء، قبل ما نتأمل في الآيات اللي سمعناها دلوقتي، خلينا الأول نتعرف على شخصية يهوشافاط الملك. مين هو وحياته كانت إيه وابن مين؟ ويعني خلينا نتكلم لمحة سريعة كده عن حياته. يهوشافاط الملك، الأول نتعرف بس معنى الاسم. يهوشافاط ده اسم عبري معناه الله قضى أو الرب قضى. حكم. يهوى قضى أو الرب حكم. تمام. هو ابن أسى الملك. وهو الملك الرابع على مملكة يهوذا. هو كان شخصية برة جدا، وكان إنسان بعد انقسام المملكة. احنا عارفين في المملكة كانت منقسمة، في مملكة شمالية وفي مملكة جنوبية. يهوشافاط كان ملك على المملكة الجنوبية اللي كانت عاصمتها أورشليم. كان عنده بس سبتين، بس سبت يهوذا وسبت بنيامين. تمام. كان إنسان بري جدا، وكان والده اللي هو أسى الملك، وكان عمل إصلاحات كتير جدا في المملكة، وعمل إصلاحات اقتصادية، وعمل إصلاحات ثقافية، وهدم مذابح البعل، وهدم المرتفعات. فكان إنسان بري جدا، وكان إنسان تقي. تمام. هو يمكن عاون أبيه 5 سنوات في الحكم. أيوة. وبعد كده ملك أو جلس على العرش 25 وهو عنده 35 سنة، وهو كان عنده 35 سنة وتملك 25 سنة وانتقل وهو عنده 60 سنة. تمام. جميل. طب يمكن الغلط الوحيد اللي ذكر لما صهر أخيب. صهر أخيب. جوز ابنه. تمام. لبنت أخيب. تمام. وطب ليه كان بالنسبة في الوقت ده يعتبر خطأ؟ هو ما سمعش، ما أخدش بمشورة أخاب الملك. ما أخدش بيها. من الجميل كمان أن اتذكر أن ازدهرت مملكته جدا روحيا. أيوة. وسياسيا واقتصاديا وثقافيا. الحقيقة كان يعني كما يعني كان ربنا بيمد إيده معاه في كل حاجة. لكن سر به الرب، يعني الكتاب بيقول سر به الرب. عشان كده الشيطان ما سكتش، يعني الشيطان ما يحبش يلاقي كده الدنيا سلام وفي نهضة وفي تقدم والشعب كله بيتبع شريعة الرب، فهيج بقى الدنيا عليه. هيج بقى الدنيا عليه. خلينا نتكلم عن الضيقة وازاي الشيطان هيج الدنيا على يهوشافاط الملك. بالظبط. يعني نقراها من الكتاب المقدس. استأذن حضرتك. ثم بعد ذلك أتى بنو مؤاب وبنو عمون ومعهم العمونين على يهوشافاط لمحاربته. فجاءوا ناس وأخبروا يهوشافاط قائلين قد جاء عليك جمهور كثير عبر البحر من آرام، وهم في حصون سامار في عين جدي. فخاف يهوشافاط. يعني اللي جم يحاربوا يهوشافاط اللي هم الأدوميين واللي هم من جبل سعير واللي هم بني عمون. تمام. اللي هم حاربوا. طب عمل ايه بقى يهوشافاط؟ أيوة. يهوشافاط خاف، وطبيعي ان الانسان يخاف. ده طول ما احنا في الجسد لازم يخاف. هو الخوف يعتبر خطيه؟ لا طبعا.
كلنا بنخاف اكيد طول ما احنا بس هو خاف بس عمل ايه أيوة. عمل حاجه حلوه قوي صلى صلى قال صلاه جميله جدا. طب خلينا جداً. نمسك اول ايه من صلاه يهوشافاط الملك. يا الهنا اما تقضي عليهم لانه ليس فينا قوه امام هذا الجمهور الكثير الاتي علينا. يمكن هنا يهوشافاط كان بيطلب معونه الله وكان حط كل ثقته في ربنا، لكن السبب بقى وسبب خوفه ايه؟ يمكن زي ما بنقول هو خاف في الاول لكن حط ثقة كبيرة جدا في ربنا. خلينا نعرف مصدر ثقة يهوشافاط الملك في ربنا. يهوشافاط بيحب ربنا، عنده إيمان جدا بقوة ربنا وإن ربنا مش هيسيبه. يعني شوفي حضرتك قال له إيه؟ قال له ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض؟ شوف الثقة، أنت ربنا، أنت اللي طردت الناس اللي كانوا بيحاربونا، أنت اللي دفعت عننا، أنا دلوقتي مش قادر. يعني هو اعترف بضعفه أمام ربنا وأمام الجنود والحشود كتير عليه، مش قادر يا رب أنت تصرف. ده بيقول له حاجة كمان، ألست أنت المتسلط؟ المتسلط ياه يعني أنا ربنا هو المتسلط على الكون كله، أنت أنا مش خايف منك، أنت يا رب تصرف، أنت تعالى وحارب الجنود دي. من الجميل كمان ان احنا نفكر ربنا بوعوده ووعوده صادقة، واحنا دايما نقوله احنا واثقين فيك، احنا مش ممكن هننسى ابدا، ونفكره بحاجات كتير عملها معانا، واحنا نفسنا نفكر نفسنا ده الاهم. لكن احنا بقى ازاي يكون عندنا الثقة والايمان والرجاء اللي كان عند يهوشافاط الملك؟ هو يهوشافاط قال له ايه؟ قال له نحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك اعيننا. ثبت عينيه كده على ربنا، رجليه ثابته في الارض وراسخه في الارض وواثقه من وعود ربنا اللي كان وعدنا بيها دايما، وعينيه شاخصه قدام الرب، عارف ان ربنا مش هيسيبه. فطول ما في ثقه كان عند الملك يهوشافاط ان ربنا مش هيتركه للاعداء انهم يهلكوهم، فكان واثق جدا 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 بالانتصار ومن النصره، واستجاب الرب سريعا. يعني ربنا اصغى لصلاه يهوشافاط الملك سريعا على يد النبي اسمه يحزائيل. تمام. ده كان لاوي، يعني هو اتكلم وقال لهم ايه؟ قال لهم قال الرب لكم لا تخافوا ولا ترتاعوا بسبب هذا الجمهور الكثير، لان الحرب ليست لكم بل لله. لله. حلو قوي ان احنا نبقى عارفين ان الحرب مش موجهه لينا احنا. جميل. هي موجهه لربنا، فهو بقى اللي هيدافع، هو بالزبط. اللي هي يعني هو شغلته هو بقى بالظبط. انا اله الحرب، انتوا مالكوش دعوه، انتوا حملان، انتوا ناس بسط، انا ما عودتكوش على كده، انتوا اقفوا صلوا. هم فعلا ده اللي عملوه، زي ما الملك يعني الحرب دي كانت غريبه جدا ان الملك يقود الحرب، واللي هنشوفه بعد شويه انهم كمان ما مسكوش اسلحه، ما مسكوش سيوف. ده راح عملوا ايه؟ كاتب السفر ركز على النقطه دي، ركز على ان عزرا اللي كاتب السفر عزرا كاتب السفر ركز على تسلح يهوشافاط الملك والشعب روحية. باسلحه روحيه، صلاه وصوم، ما ذكرش خالص ان هو تسلح باسلحه حربيه. ده لبسه ازاي يعني؟ شوفي حضرتك لبسه في زينه مقدسه، اقام مغنيين للرب ومسبحين في زينه مقدسه، لبسه بقى الصدره ولبسه اللبس وراحوا يرنموا الترنيمه اللي احنا بنقولها دايما اللي هو احمدوا الرب فان الابد رحمته، او اشكروا الرب فان الابد رحمته، في الهوس الثاني دايما نقولها. تمام. قالوها في الحرب يعني، اما يهوشافاط الصبح وطبعا صلى وصام، ولما يحزائيل جه اللي هو اللاوي وكلمهم وقال لهم ربنا قال لكم لا تخافوا ولا ترتعوا فان الحرب للرب، مالكوش دعوه خالص، انتوا ما تخافوش. جه هم راحوا خروا كلهم وسجدوا طبعا للرب. جه تاني يوم الصبح برضو يهوشافاط الملك عمل ايه؟ شجعهم. لان ممكن يكونوا نسيوا طبعا من بالليل، ممكن الانسان بياخد ويدي مع نفسه، دي سمات القائد الناجح. الناجح لان هو حتى لو هو خايف ما ينقلش خوفه ده لرعيته. بالظبط كده. لا وبيشجعهم ونزل معهم الحرب وراحوا يرنموا وقالوا بالظبط كده ايه؟ اشكروا الرب، يعني قبل الحرب كمان بيشكروا. ما هو ده الايمان والثقه واليقين، انا عندي يقين ان ربنا اكيد هيبقى معايا. بنلاقي يمكن في العهد القديم والجديد كتير قوي من الصلوات، وهنلاقي حتى في مزامير داود النبي هو في اول المزمور بيبقى انين وتعب وجع، وفي اخر المزمور تسبيحه وشكر. شكر طب انت عرفت منين ان مشكلتك اتحلت؟ شفنا في صلاه اليونان، في صلاه
صلاه يونان كمان لما لقيناه في اول الصلاه بيصرخ لربنا، وبعدين اشكرك يا رب وصوت الحمد احمد. فكمان هو ده اللي حصل مع يهوشافاط بالظبط. وما راحوا ما قال له ايه، قال لهم كمان حاجه جميله قوي، قال لهم يقول امنوا بالرب الهكم فتامنوا. امنوا، طالما انت امنت من الرب خلاص يبقى انت كده في امان، ما تخافوش. وفعلا حصلت نصرة. عارف حضرتك ايه اللي حصل في الحرب؟ هم كلوا بعض، الشر فعلا بياكل نفسه. يعني بنو ادوم والعمونيين وجبل بتوع جبل سعير دول كلوا بعض، موتوا بعض، افنوا بعض، قلبوا على بعض، قالوا وراحوا من اللي راحوا من اللي جنود يهوشافاط ومملكه يهوذا اخذوا الغنائم. ده 3 ايام يروحوا ياخدوا الغنائم ويرجعوا ياخدوا، من كتر ما الغنائم كانت كتيره. ربنا هو اللي حارب عنكم، الرب يدافع عنكم وانتم تصمتون، وانتم تصمتون. احنا ليه نخاف؟ شفنا كده في اسوار اريحه، يعني أيوة. يعني ايه كل يوم يلفوا حوالين السور بس، يعني هم ما بيعملوش اي حاجه، ورابع يوم سابع يوم لفوا 7 مرات. طب ده انهاكوا بقى وتعبوا جدا وفي الاخر ينتصروا، يعني ده مش غريب ولا هو مش غريب على ربنا؟ لا هو مش غريب، هو ربنا دايما يقول قدم عمل. انا معاكم بس قدم ايه عمل. إيه زي مثلا إيه اما جه قوم لعازر قال لهم ايه؟ ارفعوا الحجر. صح. إيه للاعمى قال له روح اغتسل في بركه سلوان، ما كان ممكن على طول يعني يشفيه على طول يخليه يشوف. يعني برضو ممكن تقدم مواهب، ممكن تقدم عطايا، 5 خبزات و2 سمكة. قدم، قدم فلسين حتى، قدم اي حاجه، امشي الخطوه الاولى وبعدين ربنا هيكمل التسعة. يعني هو يهوشافاط اتكل على ربنا بس ما اتكلش وراح نام، لا اتكل وعمل ايه؟ راح صلى وصام. هم اليهود كان ليهم عادات انهم في وقت الحروب، وقت الاوبئه، وقت المجاعات كانوا بيصلوا ويصوموا ويتزللوا يلبسوا المسوح. ما هي مش صلاه كده خارجيه، لا صلاه، صلاه بعمق. ده فعلا كان بتزلل زي ما حضرتك بتقولي، وكان بمسوح، ربنا ما سابهمش اكيد. احنا بقى نتعلم ايه من يهوشافاط الملك واحنا في ضيقه، وبالاخص في الايام دي، الايام اللي احنا فيها بنلاقي ضيقات كتير، بنلاقي احيانا عدو الخير بيبقى عايز يخوفنا، وربنا ما يسمحش حتى ان احنا نخاف ندخل بيت ربنا. لكن نتعلم ايه بقى من صلاه يهوشافاط؟ نتعلم ايه من اليقين والثقه الكبيره اللي كان هو فيها؟ تعلم حياه التسليم. انا سلم حياتي لربنا، انا سلم، اخلي مشيئتي أو مشيئة ربنا هي مشيئتي، ما يكونش فيه مشيئتين. يعني أقول يا رب هو علمنا كده، ربنا ادانا الشريعة دي في الصلاة الربانية، علمنا إن احنا نقول لتكن مشيئتك. أنا بقول يا رب لتكن مشيئتك، اتصرف أنت في حياة تسليم. بطرس الرسول لما جه يمشي على المية، الأول كان ماشي على المية ومش خايف، أول ما شك خاف قال أنا هيقع. لا احنا مش عاوزين حكاية الشك دي، ما نخافش، احنا نثق في ربنا ونسلم حياتنا لربنا، وكون مشيئة ربنا هي مشيئتنا. ده اللي احنا نتعلمه من يهوشافاط، اعتمد على ربنا، صلى وصام وواثق هو، يعني هو خلاص قال الحرب للرب. حياة التسليم من أجمل الحاجات اللي ممكن أي إنسان ابن الملك يعيشها. لكن خلينا نتكلم برضو ونكون واقعيين، أحيانا الشباب يعني بيكون عنده شك شوية، أو يقول إيه طب يعني ايه كل حاجه اسلمها لربنا؟ طب انا ايه دوري؟ هو انا مسير ولا مخير؟ هو انا يعني ايه كل حاجه يا رب اشتغل يا رب؟ طب وانا؟ فازاي بقى نتعلم حياه التسليم؟ ازاي فعلا نحس ان احنا في ايد امينه، في يعني ايد ربنا او عينيه دايما علينا من اول السنه لاخرها؟ هي عايزه المساله مساله ثقه في ربنا وايمان في ربنا. يعني مثلا هو فعلا زي ما حضرتك بتقولي غالبيه الناس بيعتمدوا على فكرهم وكده، هو ربنا بيقول على فكرك لا تعتمد، ما تعتمدش على فكره خالص، لازم نثق في ربنا، لازم ان انا يعني انا ربنا وعدنا وعود كتير جدا جدا وينفذها. يعني اكبر مثال لينا ابراهيم. ابراهيم كان مسلم حياته لربنا تماما، يعني خرج حتى من ارضه ومش عارف هو رايح فين. صح. سلم اسحاق اللي هو ابن الموعد وقدمه للرب، قدمه ذبيحه. فهو سلم حياته للرب لانه واثق من وعود الرب. فاحنا لو وثقنا في وعود ربنا لينا ان هو مش هيتركنا ابدا، ان هو قال لنا لا تخافوا ها انا معكم الى مدى كل الايام والى مدى الدهر، احنا مش هنخاف، احنا هنسلم حياتنا بالتاكيد لربنا. الثقه دي تجي لنا ازاي؟ يعني يهوشافاط
الثقة إيمان. بتاعته دي الثقة بتاعته جات له منين؟ يعني مثلا شفنا داود النبي لما كان بيقابل أي ضيقة، لما قابل ضيقة شاول 39 سنة، هو كان عنده خبرة في الحادثة بتاعة الأسد والدب، كان عنده خبرة في انتصاره على جليات الجبار. احنا بقى الثقة بتاعتنا تجيلنا ازاي؟ او يهوشافاط نفسه الثقة اللي كانت عنده الكبيرة دي، هل خبرات سابقة ولا هو كان واثق في وعود وكلام ربنا، ولا هو ربي على هذا ونشأ نشأة دينية حلوة، ولا ايه بالظبط، ولا كل اللي انا قلته ده؟ هو كل اللي حضرتك قلتيه، خاصة ان آسى الملك أبوه كان مربيه تربية صالحة، وكان معرفه شريعة الرب، كان عارف أن لازم أما يطلب أي شيء من ربنا ما فيش لا يستحيل على رب شيء. فكان يهوشافاط الملك عنده إيمان عميق جدا جدا جدا، وأن ربنا مش هيتركه، وحتى لو اجتمع عليه العالم كله هو مش هيخاف، لأن ربنا هينصره في الآخر، وده اللي حصل فعلا. جميل. يمكن حضرتك ذكرتي، وخليني أخذ من كلام حضرتك بتقولي، أن آسى الملك كان ليه دور كبير قوي في نشأة وتربية ابنه. إحنا بقى كأباء وأمهات دورنا إيه علشان نخلي، شفنا مثلا الأطفال الصغيرين في الصعيد، ويمكن الحادثة الأخيرة الإرهابية، شهداء دير الأنبا صمويل، وشفنا الأطفال قد إيه كانت صامدة، وإزاي ما خافتش، وإزاي كانت وقفت قدام الإرهاب وما أنكرتش الإيمان. إحنا بقى نعمل إيه مع أولادنا علشان يطلعوا عود صلب كده، مش عود رخو؟ إحنا بس نعرف حاجة، إن إحنا الأرض دي مش بتاعتنا. احنا يعني مكاننا فوق في السماء عند ربنا. ربنا بيقول اطلبوا اولا ملكوت الله وبره. احنا نطلب ملكوت ربنا، احنا نربي ولادنا على كده. كل اللي في الارض ده الى زوال، كل ده هينتهي، فانا لازم اربي ولادي على كده. انت ما تخافش، انت ربنا معاك، انت لما تطلع فوق يعني في احلى من السماء، في احلى انك تقعد فوق مع القديسين. انا اعرف ام يعني بالنسبه لتسليم المشيئه كان عندها طفل، والطفل ده جاله مرض الفردوس. طبعا الام دي زعلت جدا في البدايه، وبعد كده لما سلمت امرها لربنا، والطفل نفسه كان عارف ان هو هينتقل، فهو نفسه الطفل قال هو في احسن من ان انا اعيش مع ربنا فوق في السماء. احنا كلنا طالعين في السماء، نعلمه من الهدف الاساسي من عيشتنا هو ملكوت ربنا، ملكوت الله. كلنا كبار وصغيرين، مش الاطفال وبس. حياتنا دي بخار يظهر قليلا ثم يضمحل، ولكن نحوك أعيننا. إزاي نكون بقى عينينا على طول ناظرين وشاخصة إلى السماء؟ شفنا سفانوس وهو بيرجم كانت عينين نحو السماء. شفنا حياة القديسين، حياتهم كلها على الأرض كانت أعينهم نحو السماء. إزاي إحنا بقى نتعلم منهم، وإزاي نكون شخصين دايما وكون هدفنا الأساسي هو السماء؟ نحن نثبت أنظرنا في ربنا. ثبت يعني الترنيمه بتقول إيه؟ ثبت انظارك في وهمومك سيبها علي. انا همومي تبقى ربنا، انا سلم حياتي كلها ربنا. انا ما يعني ما اتكلش لا على رؤساء، يعني ملعون من اتكل على زراع بشر. لا اتكل على رؤساء ولا على مال ولا على سلاح ولا على سلطه ولا على اي حد. انا كل نظري كل عينيا تكون ثابته في ربنا، تكون شاخصه ربنا، بصه للسماء. ده هدفي اللي انا عايزه. الحياه دي ايه؟ ولا حاجه، لكن انا بص لربنا وأعرف إن هو ده الهدف، إن أنا أنفذ وعوده، إن أنا أعمل هو قال لي عليه، اللي هي الصلاة والصوم، أحيا حياة القداسة، أحيا حياة الطهارة. ده يبقى معنى إن أنا عينيا شاخصة نحو الله، ما أحوتش لا شمال ولا يمين. طب رسالة أخيرة وكلمة أخيرة ننهي بيها فقرتنا، تحب تقولي لنا إيه النهاردة؟ إحنا نتعلم من يهوشافاط. أنا عجباني قوي الآية اللي هو نحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا. احنا عينينا تبقى دايما شاخصه لربنا، شاخصه للسماء. احنا مش عارفين يا رب احنا هنعمل ايه، احنا ما نعرفش، احنا غلابه. يعني احنا كاولادك فعلا احنا غلابه، احنا ضعف، لكن انت يا رب تقوينا، حط ايدك في ايدينا يا رب، اسندنا. هو في ذراع بشر يقدر يسند اي انسان؟ لا. انا ما يكون معايا ذراع ربنا ما خافش. فانا بقول له يا رب نحن لا نعلم ماذا نفعل ولكن نحوك اعيننا.
ملعون من اتكل، ملعون من اتكل على زراعة بشر. ده حقيقي. أنا بشكرك جدا، استمتعت جدا بحواري مع حضرتك الأستاذة دعاء سمير الخادمة بكنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس المنوفية. شكرا جزيلا. شكرا جدا يا فندم. صباح الخير. صباح النور. مشاهدينا لحظات ونرجع لكم وفقرتنا الثانية، خليكم معنا بقى.